في منطقة اعتادت الانقلابات السياسية المفاجئة في علاقات دولها، لا يبدو ما جرى تداوله مؤخرا مستغربا في سياقه العام، إنما عندما تكون دمشق طرفا في الأمر يصبح للمسألة وجه آخر، وتحديدا عندما يكون الطرف الآخر المقابل هو تركيا، وذلك بالنظر إلى كونها تحتل أراضي سوريا. تعيش سوريا حالة من المتغيرات الجديدة نتيجة إرهاصات ما يحدث في العالم من تنافس وحروب، ويتضح ذلك من الانقلابات الحاصلة حول القضية السورية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي في جزئية استدارة المواقف ورسمها وخاصة ميدانيا. إن الأوضاع تتجه نحو مسار جديد أكثر غموضا، ما أدى إلى قطع الكثير من الخيوط، وخاصة موضوع أمن الطاقة الذي هو بالأصل لب الصراع الذي لم تحدد سمته حتى اللحظة. وبذلك فإن كل هذه الأمور أثرت بشكل كبير على ما يجري في سوريا من أحداث، وجعلت من إمكانية إيجاد حلول للأزمة السورية مرهونة بمدى توافق الرؤى بين القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة وروسيا. لكن ماذا عن موقف النظام التركي، الحدث الأبرز طيلة الأيام القليلة الماضية؟ سيطرت على المشهد واستحوذت تصريحات النظام التركي الأخيرة فيما يخص العلاقة بسوريا على اهتمام وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، والتي أسهبت في تحليلاتها وتوقعاتها حيال إمكانية حدوث تحول نوعي في مسيرة علاقات الدولتين، مستندة في ذلك إلى مجموعة معطيات أبرزها الوساطة الروسية والإيرانية. لكن النفي السوري السريع وضع حدا لتلك التكهنات التي وصلت إلى مرحلة الحديث عن اتصال هاتفي مرتقب بين أنقرة ودمشق في منطقة اعتادت الانقلابات السياسية المفاجئة في علاقات دولها. لا يبدو ما جرى تداوله مؤخرا مستغربا في سياقه العام، إنما عندما تكون دمشق طرفا في الأمر يصبح للمسألة وجه آخر، وتحديدا عندما يكون الطرف الآخر المقابل هو النظام التركي، وذلك بالنظر إلى كونه يحتل أراضي سورية. بكل تأكيد جسر الخلافات القائمة بين دول المنطقة يحتاج إلى تغيرات سياسية كبيرة قد لا تكون متاحة اليوم، وخير مثال على ذلك العلاقات السورية التركية. هذه العلاقات التي صدمت تصريحات وزير خارجية النظام التركي مولود شاويش أوغلو جمهور ما يعرف بالمعارضة السورية، وحديثه الموقف التركي الجديد والتقارب مع دمشق بعد سنين من القطيعة والعداء وصل حد مواجهات عسكرية مباشرة محدودة ودعم ما يعرف للمعارضة ومؤسساتها. تصريحات أوغلو العلنية كانت الأوضح بعد العديد من التسريبات عن لقاءات سرية جرت بين سادة المخابرات من البلدين خلال العامين الفائتين. الفكرة الأهم هي دائما التناقضات التي ترافق كل التصريحات التركية، وهذا الأمر واضح من منطلق التعزيزات العسكرية الجديدة التي دفع بها الاحتلال التركي إلى ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا بعد أيام من لقاءات جرت بين الأطراف المعروفة بضامني أستانا متمثلة من النظام التركي وروسيا وإيران. وفي الآونة الأخيرة عزز الاحتلال التركي من قواعده ونقاطه المتواجدة على مقربة من خطوط التماس بين قوات الحكومة السورية من جهة والفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة من جهة أخرى في أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية. وفي متغير آخر وخطير، تم استهداف قاعدة التحالف الدولي لمحاربة داعش في منطقة التنف شرقي سوريا بثلاث طائرات مسيرة مجهولة مزودة بالمتفجرات دون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار. الجيش الأمريكي قال في بيان إن هجوما بالطيران المسير أصاب مجمعا تديره القوات الأمريكية ومجموعة مغاوير الثورة القوة المسلحة المدعومة من التحالف الدولي دون أن يسفر الهجوم عن وقوع إصابات. البيان أشار إلى أن القوات العسكرية ردت على الهجوم في محيط قاعدة التنف على مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية. قائد قوات المهام المشتركة لعملية العزم الصلب اللواء جون برينان أدان الهجوم ووصفه بالعدائي، ودعا إلى وضع حد لهذا النوع من الهجمات التي قال إنها تقوض حرب التحالف على تنظيم داعش الإرهابي.
وبحسب مصادر إعلامية فإن القوات المدافعة عن قاعدة التنف أسقطت طائرة مسيرة عبر صاروخ مضاد وتمكنت من تعطيل أخرى في حين انفجرت الأخيرة داخل سور القاعدة دون أن تخلف أي أضرار تذكر. متغيرات وتصعيد تفتح الباب أمام سؤال كبير: ما سر هذه المتغيرات؟ وما هي دلالات توقيتها؟ تحية عطرة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مني أنا وعد محمد أرحب بضيوفي حلقة الليلة. معي من فيينا السيد رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، ومن جنيف المستشار حسن الحريري عضو الأمانة العامة بالمجلس السوري للتغيير، ومن موسكو دكتور محمود الأفندي الأمين العام لحركة الدبلوماسية الشعبية. ضيوفي الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة الليلة. سيد رياض درار، لو أبدأ سؤال حلقتي لليلة من لدونك، هذه الانقلابات السياسية المفاجئة الحاصلة في المنطقة برأيكم بشكل أو بآخر، ما هو انعكاس هذا الأمر على الملف السوري على وجه الخصوص في ظل هذه التحركات السياسية والعسكرية؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. ولكل المستمعين والمشاهدين مساء الخير جميعا. الحقيقة بالنسبة لسؤالك، السر الوحيد هو أن الأزمة السورية هي محور كثير من علاقات العالم، على الأقل في العقد الماضي منذ 10 سنوات أو أكثر. سوريا محور صراعات كثيرة تجري وإدارة حوارات كثيرة تجري، وبالتالي فكل ما يكون في تصرفات الدول المعنية والمراقبة هو المحور الأساسي سوريا. وبالتالي يجب ألا نستغرب ماذا يمكن أن يأتي على سوريا، سواء كان من خراب حصل أو من تصادمات بين القوى أيضا حصلت، وسعي إلى الصلح والتفاهم أيضا يمكن أن يكون في الدورة القادمة. العالم كله يتضرر من الصراع، وخاصة أيضا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بعد التصعيد بين الصين وتايوان، وأيضا ملف النووي الإيراني الذي لم ينتهي بعد، وما زال أيضا ورقة للتداول وورقة للتلاعب في سياسات المنطقة. كل هذا أدى إلى تحولات كثيرة، على الأقل أبرز التحولات هو ما نراه في تركيا التي هي بين اليمين واليسار، بين أمريكا وتركيا وروسيا. بين أمريكا وروسيا في علاقات مع الدول العربية متضاربة، مرة مع الإخوان ومرة مع الدولة المصرية، مرة مع محاكمة السعودية ومرة تصالحها مع الإمارات كذلك. كل هذا يدل على أن أيضا تركيا محور لحركة عالمية هي تحاول أيضا أن تستفيد منها. وتركيا تحاول أن تستفيد وعملت على ذلك، استطاعت أن تقايض أرضا سوريا بمصالح الدول المتدخلة في سوريا، وما زالت تقايض وتحاول. والتفافتها الأخيرة أيضا بعد مؤتمر سوتشي طهران وبعد اللقاء بعد مؤتمر أستانا طهران وبعد لقاء سوتشي، أعتقد أن هناك محاولة جديدة تحاول أن تستفيد منها تركيا، وهذا هو سر كثير من التغيرات الجارية من حولنا والتي تؤثر على السوريين بشكل خاص. وأعتقد أن السوريين حتى الآن لم يدركوا أن العالم يعمل لمصالحه لا لمصلحة السوريين، مهما كان حجم المقتلة ومهما كان حجم يعني المقايضات التي تحصل على سوريا. أستاذ حسن، يعني انطلاقا من هذا الطرح من قبل السيد رياض درار، مسألة الكل يتحرك ولكن يبدو بأن الملف السوري للأسف
يتحرك ضمن أجندات ومطامع الدول المتدخلة في الملف السوري. لو نركز قليلا على الدولة الأكثر تدخل والأكثر تأثير في الأرض، هناك قضم للأراضي السورية وهناك احتلال، وهي ترعى ما يعرف بالمعارضة السورية. هذا التغير 180 درجة كما يقال وإن صح الوصف في الحالة التركية في ظل هذه التصريحات بضرورة التصالح مع الحكومة في سوريا وفي دمشق، برأيكم حتى هذه اللحظة ما هو موقف المعارضة وعلى ماذا تراهن، يعني في ظل كل هذا المتغير الحاصل في الملف السوري وفي دور اللاعبين المتدخلين في هذه الأزمة؟ مساء الخير لحضرتك وللسادة الضيوف وللسادة المشاهدين. ما في شك أن هناك متغيرات ومتغيرات كثيرة جدا، وهذا متوقع حقيقة. كما تفضل ضيفك الكريم الأستاذ رياض، الدول تبحث عن مصالحها والدول تقوم بوضع خططها بناء على مصالحها وليس على مصالح الآخرين، سواء دول أو منظمات أو شعوب. الشعب السوري الآن يعاني حقيقة من يعني مشروع جامع، هناك مشاريع موجودة أو مطروحة في الجغرافيا السورية، يعني هناك تجربة المنطقة الشرقية وهناك تجربة المنطقة الشمالية وهناك تجربة النظام أيضا وهناك تجربة المنطقة الجنوبية. لا يوجد، يعني من المؤسف أنه لا يوجد خطوط تواصل بين هذه التجارب على الأرض كي تخرج بمشروع جامع يمكن أن يضع حد لهذه التدخلات الكبيرة من قبل الدول، سواء العالمية مثل أمريكا وروسيا أو الإقليمية مثل تركيا وإيران وغيرها من الدول. هذا يؤثر حقيقة على المشهد السوري بشكل كبير جدا وبشكل يعني ملحوظ، ولا يخفى على أحد أن هذه التدخلات يعني ساقت الويلات على الشعب السوري حتى هذه اللحظة. هذا جانب. الجانب الآخر حقيقة الآن الملف السوري لا يمكن أن يقال إنه بيد جهة ما، سواء تركيا أو أمريكا أو روسيا أو إيران. الملف تقريبا يعني فيه تجاذبات وفيه تشابك كبير جدا أدى إلى هذا المشهد الحالي، وهو صراع دولي بامتياز على الأرض السورية. لذلك نجد أن هناك يعني تقاربات. صحيح أن هناك يعني قرارات دولية صدرت من مجلس الأمن وآخرها القرار الدولي 2254، لكن حقيقة هذا القرار لا يحمل أنياب في طياته من أجل تنفيذه. قرار يتحدث عن هيئة حكم بكامل الصلاحيات ولكن برضا وتوافق الطرفين، النظام والمعارضة. كيف يمكن للنظام والمعارضة أن يلتقيان؟ يعني خلينا نكون مكان النظام، يعني لماذا يتنازل للمعارضة؟ وأيضا المعارضة نفس الأمر باعتبارها أنها تأتمر بأوامر تقريبا خارجية. لذلك هذا القرار ولد ميتا حقيقة. لماذا تقريبا يا أستاذ حسن؟ لماذا تقريبا؟ يعني أليس واضح بعد كل هذه السنوات العجاف في الأزمة السورية وانتقال مرتزقة سوريين إلى أكثر من مكان بأوامر تركيا؟ يعني المسألة واضحة، تركيا هي من تضع العصي في العجلات، عجلات أي حل في الملف السوري. يعني ألا ترى هذا الأمر من زاوية التدخلات السلبية في الأزمة السورية؟ يعني حقيقة الأمر من يملك أو من أصدر القرار هم أعضاء بمجلس الأمن خمس دول. صحيح أن لتركيا الدور الأكبر أو دور كبير جدا في موضوع السيطرة أو التنسيق أو الهيمنة، سميها ما شئت، على جزء من المعارضة السورية. لكن يعني هذه المعارضة السورية الآن حقيقة لا تملك أوراق بيدها. يعني سابقا كانت هناك جغرافيا سورية خارج سيطرة النظام وكانت تفاوض وكان هناك فصائل وكان هناك جيش حر وما شابه ذلك. الآن لا يوجد هذا الأمر. يعني المنطقة الشرقية يعني فيها يعني تقريبا سيطرة، لكن في يعني خطوط حمر من قبل أمريكا وليس من قبل الفصائل المسيطرة في المنطقة الشرقية. المنطقة الشمالية هناك يعني خطوط حمر من قبل الأتراك الذين يملكون القرار. باقي المناطق هي يعني ولو في جزء منها شكليا تحت سيطرة النظام. أما
القرارات الدولية التي عطلها حقيقة هي صيغة القرار. وأنا سقت لك مثالا أن القرار الدولي يتحدث عن هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات لكن برضا وتوافق الأطراف، وهذا الأمر لا يمكن حدوثه. ونحن خضنا 8 جولات حول يعني تفاوضية حول تشكيل هيئة الحكم، هيئة الحكم، وثماني جولات حول تشكيل الدستور، وإلى الآن النتائج صفر. يعني أنا أتحدث أنا حاضر هذه الجولات، إلى الآن النتائج صفر. النظام لا يأتي إلى المفاوضات إلا بضغط، وضغط دولي كبير جدا من قبل الروس ومن قبل الإيرانيين. فهل تعتقد إن هذا النظام يقوم بالتنازل عن الحكم من أجل وجود قرار دولي أو ما شابه ذلك؟ إذن هناك تدخلات على أكثر من نطاق. التدخلات الأساسية من القوى الدولية الفاعلة في الملف السوري من أمريكا وروسيا، باعتبار أن روسيا حقيقة هي التي ساعدت النظام في استعادة حلب وباقي المناطق وصولا إلى المنطقة الجنوبية. بالمقابل، بالمقابل تركيا باعت المعارضة وسلمت هذه المناطق من خلال المقايضات. حتى لا أطيل، سأتيك أستاذ حسن. نعم، لا بتعرف أنت كالعادة يعني العدالة الزمنية هي أهم شيء في البرنامج، حتى لا يشعر الدكتور محمود الأفندي بأني أطلت عليه لبرهة. دكتور محمود، بداية الآن حضرتك، هل ترى ما يحدث في المنطقة هو شيء مفاجئ؟ يعني نتحدث عن الاستدارات التي حصلت بالمجمل، وعلى وجه الخصوص هذه التصريحات الصادرة من النظام التركي مؤخرا. تفضل دكتور محمود. أول شيء سعد أوقاتك صديقي وللأخوة المشاهدين وضيفك الكرام. طبعا هو هذا الأمر غير مفاجئ أبدا، ولا شيء طبيعي يتدرج من ضمن الواقع الجغرافي والسياسي في سوريا، لأنه فعليا أصبح لدى الدول، حتى مو بس تركيا، لكل دول العالم أصبح هذه قناعة في أن الدولة الحكومة السورية هي الممثل الشرعي للشعب السوري بسبب صمودها رقم واحد ومحافظة على مؤسسات الدولة. يعني فعليا المعارضة السورية، وأتكلم هنا عن المعارضة المدعومة من تركيا وبعض الدول الغربية، كان لها فترة طويلة من الزمن وكانت تستلم أراضي جغرافية وتحكمها، مع ذلك لم تؤسس أي مؤسسة أي مؤسسة دولة. يعني حتى الجوازات اللي أصدروها كانت أغلبيتها مزورة، لذلك الدول لم تعترف فيها. ففعليا الدول صديقي تتعامل مع الدول، لا تتعامل مع عصابات أو منظمات أو قوات انفصالية. لذلك نرى هذا عبارة عن سيل طبيعي يأتي الآن. يعني نرى جيدا تطبيع العربي بدأ نوعا ما، بدأ بعض الدول العربية تطبع مع الحكومة السورية، بدأت الآن بعض الدول الغربية، الآن تركيا، لأن الدول في الأخيرة لا تستطيع أن تتعامل غير مع دول. فلو هناك خطر أمني يعني بس على سبيل المثال يا دكتور محمود، يجب أن تكون الدول في تعاملها مع بعض مبني على أساس الندية والاحترام المتبادل وصون السيادة وعدم انتهاك سيادة دول الجوار. هناك مساحة كبيرة من الأراضي السورية محتلة من قبل تركيا، يعني هذا الأمر في أي ميزان نضعه دكتور محمود؟ بالنسبة لتركيا بالذات، يعني إذا بريد أن تسأل عن تركيا بالذات، تركيا هي في محور أستانا، وتركيا موقعة بمحور أستانا على سلامة سلامة الأراضي السورية في حدودها الجغرافية قبل أزمة 2011. يعني تركيا عاجلا أجلا ستغادر الأراضي السورية عاجلا أجلا ضمن الاتفاقية الموقعة من محور أستانا أو باتفاقية أستانا. فوجودها هو وجود مؤقت، لذلك تريد أن تتعامل. يعني إذا تسلم أراضي، المشكلة صديقي، المشكلة الآن إذا أرادت تركيا أن تسعى لمن تسلم هذه الأراضي، يجب أن تسلم الحكومة السورية، فلا بد من علاقات بين الحكومة السورية والحكومة التركية. من وراء هذه العلاقات؟ هي روسيا. فعليا روسيا تحاول منذ 2015 بعد الدخول العسكري أن تخرج القوات المخالفة. يعني أذكر أنا كلمة الرئيس بوتين لما دخل روسيا بسوريا، قال هناك لاعبين كسر، ولكن أغلبية منهم لهم الحق التدخل، منهم لا لهم حق. الله الحق هو الدول المجاورة التي تستوعب اللاجئين ويمكن أن تهدد أمنها القومي عن طريق المشكلة العسكرية في سوريا. ففعليا تركيا استطاعت روسيا أن تحتويها، ومنذ 2015 تحاول أن تقنعها بجدية الحكومة السورية وأن تسلم هذه الأراضي إلى الحكومة السورية التي هي تسيطر عليها. ففعليا بدأت المرحلة. يعني لا ننسى أن محور أستانا تذهب إليه تركيا بالحكومة المؤقتة. طب ولكن دعني أعود بك، أنا آسف للمقاطعة، ولكن يعني النقاط في غاية الأهمية. ولكن دعنا نعود بعقارب الزمن إلى الوراء. هذه الدول أو ما تفضلت حضرتك بأنه إذا في حال شعرت الدولة بأنها أمنها مهدد وإلى آخره، لا تنسى بأنه هذه الدولة كانت تدعم الفصائل المسلحة وتقول بأنها ستصل بقواتها وأردوغان سيصلي بالجامع الأموي. يعني دكتور محمود، هناك
تناقض. حتى لو كانت روسيا تسعى إلى هذا الأمر، روسيا لديها أهداف استراتيجية تريد دق سفين بين الناتو وتركيا، زعزعة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. يعني هناك مفارقات وتناقضات كثيرة. لا صديقي، بالنسبة لتركيا، هي تركيا دولة لها الحق في دخل بسوريا ضمن ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام 1905 بعد الحرب العالمية الثانية. كل دولة يحصل دولة مجاور لها يحصل لها صراع عسكري عن طريق السلطة وهي تصنع تدفق لاجئين، فلهذه الدولة حق بالتغلغل لمسافة كيلومترات وليس إلى العاصمة. يعني هناك الكلام فقط العاصمة، تركيا لن تتغلغل إلى العاصمة، تغلغل ماكسيموم إلى مدينة حلب التي تبعد حوالي 30 أو 45 كيلومتر عن الحدود. يعني فعليا فيها تقول تركيا التزمت في ميثاق الأمم المتحدة، بنفس الوقت هي عندها كمية لاجئين، يعني أكثر كمية لاجئين موجودة في الدول المجاورة هي تركيا، يعني حوالي 4 أو 5 مليون، بينما إذا رأينا غير دول أخرى مثل لبنان ودول أخرى أقل هذا الرقم بكثير. يعني تركيا لها الحق فعليا أن تدخل ولكن ضمن حدود في ميثاق الأمم المتحدة. الأمر الآخر الذي يعود ما قاله أردوغان أو تصريحات الوزارات الخارجية أو تصريحات الخارجية، هذا لا يعني شيء بالسياسة. يعني الأمر المهم الآن، نحن في موقع الآن، الآن الحكومة السورية برأت تفضل شرعيتها على 70% من الجغرافيا السورية، فلا يعني لا يعني لا مخرج لتركيا إلا تتعامل مع القوات السورية لعدة أسباب. هي لديها قلق من الطرف قوات الإدارة الذاتية التي تعتبرها إرهابية، والدول الأخرى لا تعتبرها إرهابية، لذلك التعامل مع الحكومة السورية يمكن إرجاعنا لاتفاقية أذنا وأن تصبح هذه المنطقة تحت سيطرة بسيطرة يعني مختلطة بين القوات السورية وقوات الإدارة الذاتية، يزيل قلق تركيا. فيابد من التعامل أو صك قرار أو صك اتفاقية بين حكومة دولتين وليس بين طيب. الولايات المتحدة. حضرتك أثرت نعم دكتور محمود، أثرت الكثير من النقاط المهمة جدا، بس خلصوا الخمس دقائق ونص. يعني الأستاذ رياض لابد أن تعرج على كل هذه المسائل التي طرحها الأستاذ حسن وأيضا دكتور محمود الأفندي في أكثر من جزئية وأكثر من موضوع حقيقة. تفضل أستاذ رياض. أصدقائي الحقيقة يعني يتحدثون عن زوايا مهمة جدا في المسألة السورية وهي ضرورية جدا لمناقشتها، وهم على حق فيما حرروا من كلام، لكن أنا وجهة نظري أن الصراع في سوريا لا يتوقف على كون أن النظام شرعي وعلمه في الأمم المتحدة مرفوع ودولة سورية يرأسها كيان وحكومة، بالتالي هذا الكلام يتحدث عنه أي واحد ممكن أن ينظر إلى الدولة على هذا الشكل، ولكن حق الشعب السوري من خلال معاملة هذا النظام له هو الذي قاد إلى النتائج التي أدت إلى التدخل الدولي والعالمي والإقليمي بما فيه تركيا. يعني تركيا كانت هي الصديق والحليف وألغوا حتى الحدود بينهما بين أنقرة ودمشق، لكن بعد لحظات وبعد زيارة داود أوغلو نلاحظ مباشرة أن هناك عداء مستفحل ظهر على الأرض وبدأ التصعيد، لكن طبيعة الحال لم تسمح بتدخل تركيا منذ البداية رغم المطالبات، لم يكن هناك حظر جوي رغم المطالبات، لأن السياسة الدولية منذ اتفاق جنيف الأول كانت تقول أننا ذاهبون إلى صراع، ولكن هذا الصراع يجب أن ينتهي بين السوريين أنفسهم بين أبناء المشكلة ذاتها، وإلا فإنهم سيدخلون في حرب طويلة حتى يعني إنهاك أحد الطرفين ليستسلم أو ليقبل المصالحة. هذا ما يحصل الآن بالنتيجة، وهذا حسابات المرحلة منذ بدايتها. نحن الآن في هذه المرحلة بما فيها تركيا تتضرر، تركيا اليوم عملتها في الحضيض، تركيا اليوم معاملتها مع دول العالم سيئة، تركيا اليوم فيها كثير من يعني الحوارات الداخلية التي قد تؤدي إلى أسقاط الحكومة، وغاية أردوغان أن ينجح في هذه الحكومة، وبالتالي فإن الالتفاف له مهم جداً. والحقيقة بعد التهديد الأخير الذي أراد أن يخرف فيه أردوغان القرار 22 الذي يتحدث عن إمكانية أن يكون هناك استثمار في المناطق سواء في الشمال كله شرقا وغربا، لكن أردوغان كان يهمه أن تقلع عينه الباقية على أن يقلع عيننا في سوريا. يعني هذه مشكلتنا مع أردوغان. ولكن يقول الدكتور محمود نعم أستاذ رياض يعني كلام في غاية الأهمية. دكتور محمود يقول سمعت إلى ما تفضل به بأن لتركيا الحق
كونها دولة جارة لسوريا، كون هناك خطر كما قال على أمنها القومي، وهناك لاجئون كثر في 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 تلك الرقعة الجغرافية أي في تركيا. هذا الأمر كيف كسوري يجب علينا أن نفهمه؟ نحن قدمنا لتركيا مبادرات حول هذا الأمر، ليس نحن لأننا قوة، نحن فعالية موجودة على الأرض بالنتيجة، يعني فعالية شمال وشرق سوريا أصبحت مؤكدة، وهي قامت بأدوار مهمة للعالم كله وليس فقط لسوريا في محاربة داعش، وما زالت الآن لديها معتقلين من داعش يزيدون عن 12,000 عدا عن الخلايا النائمة الموجودة في الأرض. هذه الخلايا موجودة وتؤثر على العالم ونحن نتحمل أبئ مسؤوليتها. إذن نحن نساهم مع الناس ومع تركيا التي لم نعتدي عليها ولا على أمنها القومي ولا مرة واحدة من بداية الأحداث. هي لديها فوبيا كردية تريد أن تقضي على الكرد بأي شكل من الأشكال حتى لا تسمح بمشروع ناجح في سوريا أن ينتقل إلى تركيا. نحن تحدثنا وطلبنا من تركيا أن تكون ضامنا لوحدة الشمال، هي لا تريد. نحن تحدثنا مع المعارضة نريد أن يكون هناك اتحاد الشمال بإدارتين لا مركزيتين شرقية وغربية، ومع ذلك لم نجد استجابة بسبب تأثير تركيا على المعارضة. ونحن تحدثنا مع النظام من أجل أن نصل إلى تفاهمات أولا تحمل حدود وبنفس الوقت تؤكد على مسألة أن سوريا واحدة وليس هناك انفصال وليس هناك تقسيم، وأننا مستعدون للذهاب إلى الحل السياسي إلى آخر مداه. يعني نحن قمنا بكل الأدوار التي ترضي تركيا نفسها، وبالتالي ليس لتركيا أي حق أن تقول أن أمنها مهدد. المهاجرين هي أرادتها ورقة باسم الأنصار والمهاجرين لتستثمر فيها، وهي ما زالت تستثمر فيها، استثمرت في الضغط على أوروبا عندما هجرت عدد كبير من المهاجرين إلى أوروبا للضغط عليها، تستثمر الآن في مسألة عودتهم للتغيير الديموغرافي في المنطقة. وبالتالي تركيا ما زالت تستثمر في الحرب في الصراع في سوريا. تركيا هي المستفيد الوحيد بالمناسبة بكل ما يجري حتى الآن، لكن الانتخابات هي التي تجعل أردوغان الآن يعمل هذه الالتفافة، وبوتين قدم له السلم لينزل من الشجرة التي صعد عليها. هو استطاع أن يصل به إلى نتيجة مقبولة وأن يذهب به إلى صلح مع دمشق، ثم أن يرضي دمشق أولاً حتى يستطيع. دمشق لن ترضى بالمناسبة، ما يقوله أردوغان ما يحاوله من مصالحات لن تقبل بها دمشق، لأن دمشق تعودنا عليها أنها تعمل بالسياسة ببراغماتية عالية وتستطيع أن تقف في مواجهة كل الأمور التي تحصل، وهذا ما حصل حتى الآن. أمام المعارضة لم تتنازل، أمام القوى الدولية لم تتنازل، مع حلفائها الذين ساندوها وقفت دائما باستمرار إلى جانبهم كما يريدون، تخضع وتقول آمين. إذن هي تستطيع أن تستفيد من التحولات، ومع تركيا لن تتقدم خطوة. يعني بفهم من كلامك أستاذ رياض، نعم بثلاثين ثانية حتى أكون عادل، يعني كالعادة كما يقال، مسألة هذا الإصرار من قبل الحكومة في دمشق، هل هي تسعى أو تدرك بأنه في هذا الرفض أو في هذه الحالة ستكون من ضمن الأسباب التي قد تكون سببا بشكل أو بآخر لإسقاط أردوغان من سدة الحكم في تركيا؟ ومن ثم المعارضة التركية تقول دائما بأن العلاقات ستعود وسيكون هناك انسحاب لقوات الاحتلال التركي من الجغرافيا السورية. أستاذ رياض بثلاثين ثانية. أنا أعتقد أنه لا يمكن إعادة الدفع بين أنقرة ودمشق حتى يتم تغيير داخلي. حتى الآن هناك استثمار من دمشق في الحوار وفي دعوة التصالح، وهي تستفيد، وهي كشفت المحاورة الهاتفية بين أردوغان وبشار الأسد، هي التي تكشف الأوراق حتى تقول أنهم قادمون ليستسلموا. بمعنى آخر، دمشق دائما تستثمر في المسائل اللي تقول لقد انتصرت. طيب. وأعتقد أنها الآن فائزة، لكن هذا الفوز يجب أن يكون على حساب الشعب السوري، وهو ما ندعو له، ما ندعو الجميع معارضة وحتى الحكومة السورية أن نبدأ خطوة جديدة. طيب. أولى للمصالحة. هذه عادات ونهايات الحروب، ونحن نستطيع أن نبدأ بداية على الأقل تحت جميل. بقية الدماء. طيب. في سوريا. طيب أستاذ حسن، سمعت إلى الدعوة مرارا وتكرارا، الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، حضرتك قبل قليل قلت بالفصائل الموجودة في شمال وشرق سوريا، يعني هناك فقط
قوات سوريا الديمقراطية وهي قوة عسكرية منظمة وشركة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. الآن أسألك عن المتغيرات المطلوبة في هذه الفترة الراهنة، هناك تنافس روسي أمريكي شديد، هناك حرب روسية أوكرانية، هناك استدارة تركية في أكثر من ملف، هناك محيط عربي يريد إعادة العلاقات مع دمشق. كل هذه الأمور، ما الذي يجب كمعارضة ويجب كسوريين بكل أطيافهم وانتماءاتهم السياسية، أحداث تغير بشكل أو بآخر أو تغييرات مطلوبة لهذه الفترة الراهنة، ما هي؟ يعني أنا بداية حديثي تحدثت بشكل واضح وجلي عن ضرورة وجود مشروع سوري جامع. لا يوجد مشكلة بيني أنا كعربي ومع أخي الكردي، المسألة يعني أن هناك غرباء دخلوا على المنطقة الشمالية الشرقية وفقا للتقارير التي نقرأها، وهذه هنا المشكلة. أما من ناحية أن هناك مشكلة بيني وبين الأكراد شعب سوري، شعب ظلم على مدار التاريخ، الأكراد إخوة لنا ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا جانب. وأنا يعني الآن أمد يدي إلى الأستاذ رياض، هو تحدث عن إدارتين ذاتيتين في المنطقة الشرقية والشمالية، يعني الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، ونقول له يمكن الامتداد إلى الجنوب أيضا، وهذا لا بأس فيه أيضا، يعني وهناك تجارب في الجنوب جيدة. يعني لفت انتباهي كلام الدكتور محمود بخصوص اتفاقية أظن الحقيقة، يعني عندما تقاطع مع كلام الدكتور رياض أن النظام السوري نظام براغماتي، الحقيقة النظام السوري نظام براغماتي بما يملك هذا النظام، يقوم بالتنازل كل ما استدعت الحاجة. على سبيل المثال، عندما استدعت الحاجة في العام 1998 عندما تم إبراء اتفاقية أظنة، والمواد 2 و3 و4 واضحة من هذه الاتفاقية إنه تنازل عن الأراضي السورية بشكل كامل، ونصوصها واضحة لا لبس فيها. صحيح أنه يدعي أو يقول الآن أو يسوق الآن النظام السوري أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية أمنية وليست اتفاقية سياسية، لكن تم تعديل هذه بنود هذه الاتفاقية لاحقا، والآن أعتقد أن الأتراك يعني سيحصلون على تنازل أكبر في هذا المجال، وربما تطوير أو يعني اتفاقية جديدة على غرار اتفاقية أظنة، ولكن بشروط أكثر. نسمع عن حديث عن 30 كيلو، ونسمع عن حديث عن أكثر 35 كيلو. ربما الأتراك يعني في ظل ضعف النظام السوري إلى درجة كبيرة، وأيضا تداخل الملف السوري مع الملفات الأخرى كما تفضلت الآن. هناك حرب في أوكرانيا، والروس غرقوا بهذه الحرب، وهم بحاجة إلى يعني ما إلى جهات أخرى، يعني ولا يمكن غض الطرف أن تركيا الآن تشكل يعني رئة لروسيا في مواجهة الغرب، هي تقع في الوسط تماما بين الغرب وروسيا، وإذا يعني ربما كان هناك تفاهم بين روسيا وتركيا من خلال أن تقوم روسيا بالضغط على النظام لعقد اتفاقية مشابهة للاتفاقية أظنة، لكن بشروط أكبر أو بشروط أقسى أو بشروط يعني ممكن تكون يعني أقسى على الشعب، على حساب الشعب السوري أو ما شابه ذلك. نسمع أن هذه الاتفاقية أو هذا الحديث ربما من أجل إعادة اللاجئين إلى هذه المناطق، وبحيث تصبح منطقة معزولة السلاح أو منطقة آمنة في الدرجة الأولى. أقول إذا كانت هذه النوايا فهذه جيدة، يعني أن يتم إعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم، يعني صحيح أنه لن يعودوا إلى الأرض التي هجروا منها، لكن أن يتم عودة السوريين إلى سوريا ويتم يعني جلوسهم في أماكنهم أفضل ما يعني يكونوا في بلاد أخرى خلاف البلاد السورية، وجميعنا يشاهد ماذا يحدث للاجئين، يعني كل يوم نسمع عن أحداث هنا وأحداث هناك. هذا جانب. الجانب الآخر، يعني المسألة السورية حقيقة تأثرت كثيرا بفعل الزمن. أولا يعني 11 عاما يعني كادت أن يعني ترهق جميع من عمل في المسألة السورية وخصوصا الشعب السوري، وأيضا بفعل الأزمات الأخرى التي تعاقبت على
المنطقة وآخرها الأزمة الأوكرانية، الأوروبيين والأمريكان حولوا أنظارهم إلى الأزمة الأوكرانية وبدأ يعني صراع يعني ربما ساخن إلى حد ما بين الغرب وبين روسيا، لكن طيب. يعني هذا الأمر أثر على المسألة السورية بشكل كبير. نعود إلى المشروع السوري، وهنا يعني بيت القصيد، أنا لا يهمني مصالح تركيا ولا مصالح أمريكا ولا مصالح روسيا، أنا يهمني مصالح الشعب السوري. هناك خامات كبيرة جدا في يعني سوريا، يفترض أن تلتقي هذه الخامات وهذه القامات بحيث تشكل مشروع سوري، والوقت أعتقد مناسب. نحتاج أن نسمع من بعضنا بشكل مباشر، لا أن نسمع عن بعضنا يا أخوان، يجب أن يسمع الأستاذ رياض من حسن بشكل مباشر، ويجب أن يسمع حسن من الدكتور محمود بشكل مباشر، حتى نستمع إلى بعضنا، لا أن نستمع إلى عن فلان من خلال أقوال فلان وفلان. الشعب السوري يعني شعب موجود منذ مئات السنين، إذا لم يكن منذ آلاف السنين، مرت حروب ومرت حضارات ومرت أحداث جسام، أحداث أكبر من الأحداث الحالية، ومر استعمار يعني على هذه المناطق، وبقي هذا الشعب بمكانه، بقي الكرد بمكانه، وبقي العربي بمكانه، وبقي التركماني، وهكذا بقي نعم أستاذ حسن العراق طيب. استمرت في نعم. هذه المنطقة، ويجب أن يكون هناك حوار وطني على قاعدة المواطنة المتساوية وسيادة القانون. طيب دكتور محمود، يعني انطلاقا من طرح الأستاذ حسن وسر توقيت هذا الانقلاب في الموقف التركي من الأزمة السورية، هل نستطيع التخمين أو التأكيد بأن هناك اتفاقيات في الغرف السوداء أو الظلماء كما يقال، وكما قال الأستاذ حسن بأنه الحكومة في سوريا أو في دمشق قد تتنازل هذه المرة أيضا وتسلم أراضي سورية بعمق 30 كيلومتر للجانب التركي، هل هذا وارد دكتور محمود أم ماذا؟ أول شيء كل شيء في السياسة وارد، ليس في السياسة لا صديق قديم ولا صديق جديد ولا عدو قديم ولا عدو جديد ولا تنازل، كل شيء في السياسة وارد. السياسة هي فن الممكن كما قال المفكرين السياسيين، وأذكر هذه الكلمة من أول رئيس الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، السياسة فن الممكن. فإذا أنت في أزمة، الدولة في أزمة، الحكومة السورية في أزمة، هناك حصار اقتصادي، هناك عقوبات، هناك قانون قيصر، على فكرة قانون قيصر أنتجت المعارضة السورية. للأسف الشديد أنا أول مرة في حياتي أرى معارضة أو تطلب بمعاقبة شعبها، هذه للمرة الأولى في حياتي أراها. يعني حتى الآن حتى اجتماعات اللجنة الدستورية والاجتماعات جنيف كانت تصر المعارضة على معاقبة الشعب السوري وليس الحكومة السورية، ونعلم جيدا العقوبات لا تطال الحكومة السورية ولا أعضاء الحكومة السورية، العقوبات تطال فقط الشعب السوري المسكين. هذا أول شيء. ثاني شيء، ففي الفعل يعني الواقع يقول أن المعارضة السورية فشلت خلال 10 سنين في إنجاز ورقتها السياسية أو إنتاج حكومة أو جسم سياسي. يعني نحن في سوريا، عقب على كلام أستاذ حسن، نحن في سوريا لسه سوريين موجودين من زمان، نحن وبقايا الاستعمار، يعني نحن حدودنا بسوريا لسه دموية، على فكرة نحن ورثنا سايكس بيكو بعد الخروج العثماني من المنطقة. يعني سوريا كانت ليست بهذا الشكل، كانت سوريا فيها الأردن وفيها لبنان، يعني ليست سوريا الآن، سوريا الآن هي ما ورثناها من الاستعمار الفرنسي أو من اتفاقية سايكس بيكو، لذلك هذا الصراع موجود. يعني فعليا الشعب السوري لا يقرر شيء، السياسة دائما هي التي تقرر، ماشي؟ يعني يقول أن تأتي الحوار وأن نقسم بعضها، حاورنا بعضنا 10 سنوات، يعني تصور بس مجرد كلمة 9 لقاءات من جنيف، لن يجتمع وفد المعارض وفد الحكومة السورية لوجه لوجه، لذلك المجتمع الدولي شال فكرة ما يسمى الحكومة الانتقالية على جنب، لأنه إذا وفدين ما اجتمعوا مع بعضهم كيف راح يسووا حكومة انتقالية؟ حتى ما أدخل في عدة يعني أشعب الموضوع، أقول السياسة هي فن الممكن للحكومة السورية، مصالحها ومصالح الآن يكون بجوارها دولة مثل تركيا تساعدها اقتصاديا على التجاوز ما يسمى العقوبة الاقتصادية وما يسمى الخروج من عنق الزجاجة، وخصوصا الأزمة الاقتصادية السورية، إن كان في مجال الطاقة وإن كان في مجال الكهرباء أو مجال التجارة أو ما هو عليه. هذا فعليا لو تنازلت سوريا مؤقتا عن بعض الأراضي تحت حكم ما يسمى ذاتي أو غير ذاتي أو حكم مؤقت أو مناطق آمنة، هذا بالنسبة لسوريا في مواقف أهم، هو الشعب، هو الحكومة، يعني هو المصالح الاقتصادية والجيوسياسية المنطقة. لذلك
ضمن الحوار يمكن أن يأتي يعني هناك تجارب أصلحت من قبل، يعني أذكر أنا بال98 اتفاقية أذنا حتى الآن هي اتفاقية غير معلنة على فكرة، يعني لا أحد في كل الدنيا يعرف نصوصها غير أعضاء الحكومة السورية والتركية، ولا حتى الأمم المتحدة لا تعرف نصوصها على فكرة. يعني أنا سألت حتى في الأمم المتحدة ليس أنه اتفاقية، كان هناك تسليم لعبد الله أوجلان، يعني تصور أن دعموه الحكومة دعمته لعدة سنوات ودعمت القوات الكردية عدة سنوات في وجه الحكومة التركية وسلمته بخمس دقائق للحكومة التركية من أجل نوعا ما تحرير الاقتصاد السوري، أن كانت في 98 الحكومة السورية في أزمة اقتصادية قوية لذلك استطاعت تنفس اقتصادية عن طريق تركيا. يعني نفس الشيء ما تفعله روسيا في تركيا، روسيا لديها مثلا ضبط القرارات التركية ولكن تركيا لا تطبق العقوبات على سوريا وعلى روسيا، لذلك روسيا تدعم تركيا. فالمصالح الاقتصادية هي أكبر من كل شيء ما يسمى الخلافات. فيمكن فعليا الحكومة السورية أن تكون مرنة وتنازل عن بعض الأراضي، بنفس الوقت الحكومة التركية يمكن تكون مرنة، ولكن أعود هو النقطة الأهم، ما السبب في هذه المرونة؟ السبب في هذه المرونة أن الحكومة السورية استطاعت خلال 10 سنوات أن تحافظ على مؤسساتها وأن تحافظ على الكلام أو التكلم بحق الشعب السوري، لأنه كل ما يتكلم في حق الشعب السوري يقول نحن الشعب السوري، ولكن فعليا أين الشعب السوري؟ من يسمع الشعب السوري؟ الشعب السوري هو في سوريا وليس خارج سوريا. خارج سوريا في لاجئين حتى الآن للأسف الشديد لا أحد يسمعهم، الشعب السوري موجود في سوريا. لما الشعب خارج سوريا أو المعارضة خارج سوريا تطالب بعقوبة على الشعب السوري، فكيف رأيك في هيك معارضة؟ يعني أول شيء تابع على تركيا، تابع على دول الخليج، تابع على أي دول في العالم وتطالب بعقوبات. للأسف الشديد هون الدول كمان تفكر، يعني الحكومة التركية تفكر كيف لشخص أن يطلب عقوبات على شعبه فيعتبروه خائن، يتعاملوا معه يعتبروه خائن، ولكن في الأخير إذا تتعاملوا سياسيا لا تعاملوا معه، يتعاملوا مع الدولة أو مع الحكومة الشرعية وليس مع خائن ما يسمى أو يطالب من أجل السلطة أن يدمر شعبه أو يقتل شعبه. هذا أمر مهم جدا يجب أن يعني ننظره بنظرة واقعية. الدول تنظر إلى الدول لا تنظر إلى منظمات انفصالية أو عصابات أو ميليشيات أو ما هو عليه. الدولة تعامل مع الدولة، ليس متحدة ولا عالم سوريا متحدة. الحكومة السورية استطاعت أن تحافظ على مؤسسة الدولة، لذلك الآن يمكن كل شيء بالسياسة يمكن. وهنا يمكن أن نقول حتى أن أقول يعني حتى تصورت العلاقات بين مصر وتركيا كان من أسوأ حوالي 4-5 سنوات، الآن علاقة بين مصر وتركيا مثل السمن على العسل، وكل شيء انتهى وانسى دعم مصر الاخوان المسلمين ومحمد مرسي ورابعه ومساحه رابعه العدويه، كل شيء انسى الان، والان علاقات مع مصر وتركيا اصبحت عاديه. لماذا؟ المصالح الاقتصاديه اولا، الاقتصاد يغطي على السياسه. سوريا وتركيا تملك حدود طويله، يعني اذا ما اتفقوا البلدين سيصبح الامر تهديد الامن التركي وتهديد الامن السوري. طيب دكتور محمود، اتوقع ان في المستقبل يصبح هذا اللقاءات وسيكون مرونه بين الطرفين. المذنب الوحيد هي الأجسام المعارضة السورية اللي فعليا أعطيت للدعم المادي والعسكري لمدة 10 سنوات لم تستطيع أن تشكل أي جسم للأسف. طيب ضل معي 5 دقائق يا دكتور. نعم يا دكتور. أستاذ أو سيد رياض درار لك دقيقتين والمنبر لك، تفضل. صديقي محمود، الحقيقة يعني أيضا نحن لا نبرر للنظام ارتكاباته وآثامه التي ارتكبها بحق الشعب السوري، هو أساء لنفسه قبل أن يسيء له أحد، وبالتالي هو أدار سياسة ضد شعبه، ولا نستطيع أن نتحدث الآن أنه يعني يستحق أن يبقى لأنه حافظ على الحدود، لم يحافظ حتى على الحدود، لم يحافظ على الأمن، هو الذي قاد إلى الأزمة الاقتصادية التي يعيشها. شمال شرق سوريا لم يتخلى عن الشعب لحظة واحدة وكانت المعونات تتقدم باستمرار والجميع يعرف ذلك، ونحن نغطي عليها وبعض الآخرين يغطون عليها والنظام يعرف ذلك، بمعنى أن الشعب تضرر من سياسة النظام وليس من المعارضة وسياسة المعارضة. المعارضة بشكل عام سواء كانت في الشرق أو في الغرب في سوريا لم تحاول الإساءة إلا لسياسات النظام وتريد تبديله على هذا الأساس، ولكنها لم تنجح. نقول نحن أخطأوا وبالتالي لم يصلوا إلى نتيجة، وبالتالي هم الذين طلبوا مساعدة الدول بما فيها تركيا التي هيمنت عليهم واستخدمتهم للوصول إلى ما تريد وتحقق مآربها. هذه طبيعة الحال بين القوي والضعيف، نحن نجد أن القوي دائما يحاول أن يتحكم بالضعيف، وهذا ما يحصل مع سوريا أيضا.
إيران تتحكم في سياستها وروسيا تتحكم في سياستها. يعني هذا الأمر مهم جدا حتى ندرك إلى أين نذهب وكيف نعالج الأمور بواقعية. نحن نتحدث عن أن النظام باقي وموجود وهو الآن يعني يمثل، ولكن أيضا هناك شعب آخر موجود يجب أن ينظر النظام إلى الحل السياسي بعين واقعية وصحيحة، وعلى أصدقاء النظام أن يدعموا هذه الحالة ليصل إلى نتائج. أما أن يستثمر الجميع في الصراع على حساب النظام في سوريا والحكومة وعلى حساب المعارضة، هذا كله ضد الأخلاق التي يمكن أن نقول نحن أنها الشيء الوحيد الغائب في كل ما جرى في سوريا ولدى الجميع، سواء كان لدى التحليل أو لدى التوقيع على بعض القضايا أو لدى الحوارات التي تجري في رسم القضايا على أنها هي الحق والآخر باطل. نحن علينا أن نكون واقعيين لنصل إلى نتائج حقيقية في الحل السياسي دون تبرير لأحد. أستاذ حسن لك دقيقتين، تفضل المنبر لك، تعقيب أخير. يعني متغيرات كثيرة، سر توقيتها، يعني المتغيرات شيء طبيعي يعني كما تفضل الزملاء، لكن سر توقيتها أعتقد أن يعني هناك شيء يلوح بالأفق على النحو التالي. هلا لا ندري حقيقة إذا كان الطرح التركي هو طرح جزئي للمسألة السورية أم طرح كلي، بمعنى هل هذا الطرح يعني القصد منه أن هناك حل يعني بين النظام والمعارضة كما تم يعني طرح الفكرة، أنه تصالح أو مصالحة، وتم التصويب على لسان وزير الخارجية يعني أن هناك يعني ممكن يكون لقاء أو ما شابه ذلك، يعني تم الاستعاضة عن كلمة مصالحة. هذا الأمر، أنه هل الأمر جزئي يخص الشمال السوري أم كلي يخص المسألة السورية بشكل كامل؟ الآن إذا كان الموضوع يخص، إذا كان الموضوع يخص المسألة السورية بشكل كامل، كما أسلفنا النظام يعني القرار الدولي واضح تماما، حكومة أو هيئة حكومة انتقالية برضا وتوافق الطرفين، هذه الحكومة سوف يشترك فيها جزء من النظام وجزء من المعارضة، ويعني هذا المطروح وهذا الذي تم الاتفاق عليه من قبل الدول المعنية أو التي خاضت يعني التي يعني موجودة في النزاع السوري منذ سنوات. وأعتقد أن هذا الأمر إذا في حال يعني تطبيقه بحيث نحافظ على الدولة السورية ونحافظ على مؤسسات الدولة السورية ويتم فتح صفحة جديدة بحيث يتم على قاعدة محاسبة المجرمين الذين أساءوا للشعب السوري. دكتور محمود بنهي معك الطاولة المستديرة، تفضل. طبعا بس بدي اعقب على استاذي الاستاذ رياض، انا كثير بحبه يعني، بس في كلمه مهمه حاب انبه عليها، انه لا في اخلاق في السياسه، لا توجد اخلاق في السياسه للاسف الشديد. الاخلاق لمنظمات المجتمع المدني فقط، وحتى فيها لا تعتمد على الاخلاق الانسانيه، لا موجوده في السياسه. السياسي امر اخر متعلق بشيء موضوع جيوسياسي واقتصادي. المهم بالنسبه لموضوع الحكومه، كما قال استاذ حسن، الحكومه المشتركه، ليست هناك حكومه مشتركه، هذا القرار انتهى فعليا مدته، وحتى قرار اللجنه السوريه كمان انتهت مدته الفعليه لسبب واحد فقط، ان المعارضه السوريه تريد كما يقول استاذ حسن في اخر كلامه عقب كلامه معاقبه المجرمين. اذا لا تتخلى، اذا تريد ان تكون سوريا في امان وأن يبدأ الحوار حقيقي، يجب أن نقف ما يسمى نطالب بشيء اسمه العدالة الانتقالية. هذا خطأ المعارض طالب فيه بكل المحاور الدولية. العدالة الانتقالية ما تقول؟ تقول للنظام السوري والحكومة السورية، نحن سنتفاهم على حكومة مؤقتة، ولكن بعدها سنجركم إلى لاهاي ونحاكمكم على ما عملتم فعلتم بالشعب السوري خلال 10 سنوات الماضية. فعليا ما دام هذه الكلمة تطلق، وأطلق الأستاذ حسن قبل شوي، فعليا ليس هناك سوريا حل، وإذا حل لن يكون خارج نطاق هذه المجموعة بالذات لنتكلم بهذه الدرجة. إذا تريد أن تتفق يجب أن تنسى كل شيء، ماشي، وتعفو عن كل شيء، العفو عن كل شيء، عن كل الإجرام اللي حصل على أساس يبدأ الحوار. المستحيل أن أحاور بطرف آخر يريد أن يسرقني إلى الله أو يعدمني أو يسجنني. يعني فعليا هذا كلام خطأ في السياسة، بس تعقيب على الكلام. نعم، أنا ما عاد عندي وقت. نعم دكتور محمود، يعني للأسف داهمني الوقت، بس نقطة صغيرة، خمس ثواني أقول عندما نعفو عن بعضنا وننسى كل الماضي يمكن فعليا أمدد ما يسمى الحوار السوري. طيب، ما دام عم نقول حتى الآن معاقبة الآخرين، فعليا نصل إلى حل للأسف الشديد. طيب
ضيفي من موسكو دكتور محمود الأفندي الأمين العام لحركة دبلوماسية شعبية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات التي نرت بها حلقة الليلة، وشكر لك ضيفي من جنيف المستشار حسن الحريري عضو الأمانة العامة بالمجلس السوري للتغيير على كل هذه الإضاءات التي نرت بها الحلقة حلقة الليلة من الطاولة المستديرة، وشكر لك ضيفي من فيينا السيد رياض ضرار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية على كل هذا الكلام القيم الذي أغنيت به حلقة الليلة. شكرا لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.